السلام عليكم. الفصائل المسلحة في العراق نفذت هجوما مزدوجا على إسرائيل يوم أمس وبتوقيت مثير للغاية. الأوساط الإسرائيلية هي بنفسها تحدثت عن هذا الهجوم مثل التايمز أوف إسرائيل وكذلك الجروزون بوست، وكانت هنالك لقطات مصورة للهجوم الخاص بهذه الفصائل وكيف أن الدفاعات الإسرائيلية تتصدى لهذا الهجوم الذي وصل فعلا إلى العمق الإسرائيلي كما هو واضح. وكذلك كان هنالك بيان من قبل المقاومة الإسلامية في العراق الذي تحدثوا فيه بشكل واضح وأعلنوا مسؤوليتهم عن هجوم طائلات وبالطائرات المسيرة. التفاصيل بشكل أدق، كانت الفصائل أو قامت الفصائل بهجوم بطائرتين مسيرة قادمة من العراق بالإضافة إلى طائرة مسيرة واحدة انطلقت كذلك في نفس الوقت من سوريا. الطائرة القادمة من سوريا هي تريد استهداف العمق الإسرائيلي عبر هضبة أو عبر مرتفعات الجولان، أما الطائرات المسيرة من العراق هي كانت قادمة لتستهدف مباشرة إيلات بالدرجة الأساس. هذا هو كان الهدف من طبيعة هذه الهجمات. بالنسبة لإسرائيل قامت بالتصدي بالطائرات الحربية لطائرة المسيرة القادمة من سوريا وكذلك بطائرة حربية واحدة وأيضا بفرقاطة من طراز ساعر للتصدي للطائرات المسيرة القادمة من العراق، وفي نهاية المطاف تمكنت من تدمير هذه الطائرات المسيرة بأكملها. ولكن المهم في هذه المسألة هنا والمثير الانتباه إلى أن إسرائيل عندما تصدت لهذه الطائرات المسيرة تقدمت باتجاه الطائرات المسيرة، أي أنها لم تنتظر هذه الطائرات المسيرة كي تصل إلى أهدافها، لا أبدا، هي رصدتها وتصدت لها في نقاط متقدمة وبالتالي لم تضطر لتعريض إيلات أو غيرها من النقاط الموجودة عبر الجولان إلى الخطر نهائيا. وهذا يعود إلى سبب مهم، إلى أن الفصائل العراقية أثبتت بأنها قادرة الآن على تشكيل خطر واضح وحقيقي على إسرائيل في استخدام مثل هذه الطائرات المسيرة. فهذه الفصائل سبق وأن حققت واحدة من أخطر الاستهدافات على الإطلاق في الأشهر القليلة الماضية، وكانت قريبة للغاية من استهداف فرقاطة من طراز ساعر 6 على وشك من استهدافها وعلى بعد أمتار بسيطة، ولكنها لم تتمكن من تحقيق هذه الإصابة. وكذلك كأن الطائرات المسيرة خلال أزمة غزة والحرب التي تجري في المنطقة استفادت الفصائل من تنويع طبيعة ترسانتها من الطائرات المسيرة، وظهرت في الفترة الأخيرة ومؤخرا طائرات شاهد 136 المفخخة الإيرانية تصنع لدى هذه الفصائل العراقية بمقطع مصور انطلقت منه هذه الطائرات بهذا الشكل. لاحظ، هذه هي الطائرة التي نتحدث عنها الآن، وواحدة من هذه الطائرات وصلت لإسرائيل وإسرائيل تصدت لها فعلا وتمكنت من إسقاطها واعترفت بأن هذا الهجوم أيضا كان قادما من الشرق، وأشاروا للعراق بأنها كانت قد انطلقت باتجاه إسرائيل. بالتالي مسألة الفصائل العراقية الآن بدأت تضع ضغطا على الجانب الإسرائيلي، والهجوم الذي نتحدث عنه الذي تم يوم أمس هو ليس الوحيد يوم أمس، بل إن المقاومة الإسلامية في العراق أعلنت أيضا بهجوم بنفس الطريقة بالطائرات المسيرة باتجاه إيلات، ولكنه تم في الصباح، أي صباح يوم أمس. بالتالي في الصباح وفي المساء هجومين مرة واحدة، وهذا أمر ليس معتادا على المقاومة الإسلامية في العراق. عادة هذه الفصائل تعلن عن هجوم واحد في اليوم، أما بصاروخين وأما بطائرتين مسيرة، ولكن هذه المرة يبدو تقنيا وميدانيا بدأوا بالدخول في تصعيد جديد وقاموا بتنفيذ هجومين في اليوم الواحد. بالإضافة يجب أن لا ننسى الطائرة المسيرة التي انطلقت من سوريا أيضا في نفس الوقت مع الهجوم الذي نتحدث عنه اليوم، وبالتالي نحن أمام ثلاث هجمات في يوم واحد ومن اتجاهين مختلفين. وهذا النوع من الهجمات تطور الآن بعد الحادث الغامض الذي طال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته وعددا من المسؤولين الآخرين. لا زال الكلام كبيرا والشكوك كبيرة ما إذا كان هو حادث فعلي أو أن هنالك تعمد في هذا الحادث، مع بعض الاتهامات من بعض المحللين السياسيين الإيرانيين بأن إسرائيل ممكن أن تكون خلف هذه العملية. لا أدل حتى هذه اللحظة عن تورط إسرائيل بهذه العملية، ولكن هنالك شكوك. ومن زاد من هذه الشكوك هو وزير النقل التركي الذي قال ببساطة بعد سقوط المروحية الخاصة بالرئيس الإيراني حاولوا تتبع نظام الإشارة الخاص بهذه المروحية ولم يجدوا أثرا لأي إشارة قادمة من هذه المروحية، وهذا أوصلهم إلى نتيجة واستنتاج بأن نظام الإشارة
تم تعطيله في هذه المروحية أو أنه معدوم تماما غير موجود، أي تم رفع هذا النظام من هذه المروحية. بالتالي هنالك شكوك كبيرة حول هذه الطائرة التي اتضح بأن هذه المروحية كانت هي في الوسط. هنالك مروحية، ثلاث مروحيات، مروحية في المقدمة، مروحية في الخلف، ومروحية والمروحية التي يتواجد فيها الرئيس الإيراني ووزير خارجيته والمسؤولين الآخرين كانت في الوسط وهي التي سقطت وفقدت. بالتالي هنالك الكثير من الكلام والتحقيقات المرتقبة. الجانب الإيراني أعلن في 24 ساعة الماضية بأن سيكون هنالك تحقيقا حول تحطم هذه الطائرة وبقيادة من؟ بقيادة رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية وهو اللواء محمد باقري وبمساعدة الروسية أيضا في هذه التحقيقات. بالتالي لا بد من ظهور شيء عما جرى في هذه المسألة. وبالحديث الآن عن التصعيد في هذه المنطقة وتحديدا مما هو قادم من الفصائل العراقية والمقاومة الإسلامية في العراق، إن كانت من العراق وإن كانت أيضا من سوريا، جاءت الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا الرئيس الأمريكي جو بايدن ليرسل رسالة إلى الكونغرس الأمريكي، وهذه الرسالة قد نشرت على الموقع الرسمي الخاص بالبيت الأبيض، وطلب من الكونغرس أو أبلغ الكونغرس الأمريكي في حقيقة الأمر بأنه سيقوم بتمديد حالة الطوارئ الوطنية الأمريكية في العراق لعام قادم، لعام آخر. وهذا القرار الذي قام بتمديده هو القرار 13303، وهذا القرار أساسا كان قد صدر في فترة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش في عام 2003، وهو يعطي الصلاحية للرئيس الأمريكي جو بايدن لاتخاذ قرارات مهمة في مسألة التجارة العالمية. وكذلك أيضا في حالة تعرض الولايات المتحدة أو الأمن القومي الأمريكي في العراق إلى أي خطر، سيكون مخولا بالقيام بالعديد من الأمور. وبالتالي هنالك تمديد لعام قادم. وبرر هذه المسألة الرئيس الأمريكي لسبب بسيط، أن لا زال هنالك خطرا على الأمن القومي الأمريكي، خطر كذلك على العراق، هنالك عوائق كثيرة تجاه المؤسسات السياسية والاقتصادية الخاصة بالعراق. بالتالي هنالك مشاكل وأنا بحاجة لعام آخر لتمديد هذا القرار. وبالتالي فعلا تم تمديد هذا القرار وإعلان حالة الطوارئ الأمريكية في العراق مرة أخرى. والمشكلة الأساسية هنا بأن ليست الفصائل العراقية هي التي تصعد من نوعية هجماتها وغيرها، وإنما أيضا جماعة الحوثي في اليمن. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية عن جماعة الحوثي العميد يحيى السريع كان قد أعلن اليوم بأنهم تمكنوا من إسقاط طائرة مسيرة أخرى من نوع MQ-9 ريبر، وهذا يأتي بأقل من أسبوع فقط من إسقاط طائرة مسيرة أخرى من نفس نوع هذه الطائرة MQ-9 ريبر، والتقطوا صورا لهذه الطائرة المسيرة. وبالتالي تقارب في طبيعة التصدي لهذه الطائرة المسيرة، ونتحدث عن طائرة مسيرة تصل قيمتها إلى 30 مليون دولار، وهذا يعني بأن جماعة الحوثي تمكنت من إسقاط 5 طائرات من طائرات MQ-9 ريبر منذ نوفمبر من العام الماضي حتى هذه اللحظة. تكلفة عالية 150 مليون دولار كلفت الولايات المتحدة الأمريكية جماعة الحوثي طبعا بإسقاطها لهذه الطائرات المسيرة. وطبعا هذا التصعيد إن كان من الفصائل العراقية، ما هو قادم من سوريا، ما هو قادم من حزب الله اللبناني، أو ما هو قادم حتى من جماعة الحوثي، هو يأتي في ظل أن إسرائيل تستمر في التقدم في رفح رغم كل الضغوط التي تعرضت لها. والآن لواء نحال قد دخل الآن بشكل رسمي، وهو لواء المشاة تابع للفرقة 162 إلى رفح بهذا الشكل، وأصبحنا أمام 4 ألوية الآن منتشرة في داخل مدينة رفح، بعدما كنا عبارة عن لواءين، لواء مدرع ولواء للمشاة، لكن ها هي 4 ألوية. وهذا يجعل مجموعة الألوية الآن التي تعمل وتقاتل في داخل قطاع غزة هي عبارة عن 10 ألوية كما تلاحظون. وكما ذكرنا رغم كل الضغوط الأمريكية إلا أن هنالك دفع للتقدم بشكل أكبر في مدينة رفح، وهذا رغم أن أيضا جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي عندما زار منطقة الشرق الأوسط وذهب إلى المملكة العربية السعودية واتجه لإسرائيل، اجتمع بنتنياهو، حاول الضغط على نتنياهو في مسألة الحرب في رفح، ولكن نتنياهو رفض
هذه المسألة وخيب ظن جيك سوليفان فيما يتعلق بالشروط السعودية للتطبيع بالعلاقات بين إسرائيل والسعودية وكذلك في مسألة التقدم باتجاه رفح، وبالتالي هو مستمر بهذا التقدم. ونلاحظ هنا أن آخر التحديثات القادمة من غازا وور يونت تراكر، كل هذه المعلومات من هذا المصدر الذي ذكرته لكم، توضح بأن هنالك عملية تطهير كاملة على ما يبدو قد تمكنت إسرائيل من تحقيقها في منطقة الشوكة كما نلاحظ هنا إلى شرق رفح، وأيضا أن المناطق الموجودة أو الحواري الموجودة إلى الشرق من رفح تقريبا إسرائيل ضمنتها وسيطرت عليها. كذلك لاحظ التقدم باتجاه محور فيلادلفيا، لنأخذ صورة واضحة هنا أوضح لطبيعة هذا التقدم الإسرائيلي. تلاحظ هذا كله تطور جديد بالنسبة لإسرائيل بهذا التقدم في هذه المنطقة، ولنأخذ اللون الأزرق، وهذا يوضح أن هنالك تطورا مستمرا من قبل الجانب الإسرائيلي. ولاحظ أنهم وصلوا إلى شارعين مهمين، الشارع الأول هو شارع عثمان بن عفان وهذا شارع عمر بن الخطاب في رفح، وهذه شوارع رئيسية تصل مباشرة إلى خان يونس. وتلاحظ هنا أن هنالك نوع من التقدم من قبل هذا اللواء المدرع الإسرائيلي الذي تقدم في هذه المنطقة بأنه يبحث عن التقدم في شارع عثمان بن عفان ومرشح شارع عمر بن الخطاب أن يسيطروا عليه، وذلك لأنهم سيقومون بمحاصرة هذه المنطقة والفصائل في هذه الموقع أو في هذه النقطة. وكذلك لاحظ بأن إسرائيل قد وصلت بحسب آخر تحديث من الغازا وور يونت تراكر بأنهم قد وصلوا وسيطروا على شارع العروبة كما هو واضح. ورغم هذا التقدم الإسرائيلي إلا أن الفصائل الفلسطينية تقاتل بشراسة، الألوية أو الكتائب الأربعة الموجودة في الداخل تقاتل بشكل هائل تحديدا في شارع العروبة، هي لا زالت حاضرة هذه الفصائل في كل هذه المناطق كما هو واضح، ليست تحت السيطرة الإسرائيلية، وهم بدأوا باستهداف المدرعات الموجودة في العروبة ويحاولون استنزافها لكي تبتعد هذه المدرعات في نهاية المطاف أو تنسحب انسحابا تكتيكيا لكسب مزيد من الوقت وتحقيق مزيد من الاستنزاف. وكانت هنالك صور مصورة في 48 ساعة الماضية لواحدة من العمليات التي جاءت ضد إحدى الآليات الإسرائيلية والمدرعات الموجودة في شارع العروبة، لاحظ هنا قبل وهنا بعد، وتضررت كثيرا هذه الآلية التي تظهر أمامنا. وإذا ما حاولنا أن نأخذ صورة لما يجري لكي نفهم طبيعة هذه الاستهدافات ترى بأننا أمام خزانات للماء واضحة، شكل هندسي واضح لهذه أو هذا المبنى، أي أنه شكل مميز لهذا المبنى سيدلنا على الموقع. ترى هنا نقطة مرتفعة وهذه هي شجرة واضحة، وهذه المنطقة عبارة عن شارعين ذهاب وإياب، الشارع العام لشارع العروبة. بالتالي إذا ما ذهبنا إلى هذا الشارع ونقترب من مدينة رفح من هذا الشارع المهم الذي تجري فيه الكثير من الاشتباكات وحرب الشوارع، هذا هو شارع العروبة، وستجد أن هذه النقطة والصور تتطابق مع هذه النقطة وسط تقريبا شارع العروبة بالتفافة على مستوى أو نلتف ب 180 درجة، سنجد بأننا أمام هذه النقطة تحديدا التي تتطابق مع ما رأيناه، خزانات الماء طبعا، الشكل المعماري والهندسي لهذا المبنى المميز، هذه نقطة مرتفعة، نفس الشجرة الكبيرة الظاهرة أمامنا وذهاب وإياب، وهذا يؤكد أن هذه المدرعة فعلا في ظل هذه العلامات بأنها كانت موجودة في هذه النقطة، وكذلك أن المقاتل الفلسطيني من حركة حماس كان حاضرا في هذه المنطقة في الجهة المقابلة لهذا الشارع وقام باستهداف هذه المدرعة. يوضح أن إسرائيل لا تسيطر بالكامل على شارع العروبة، الآليات هي الموجودة لكن الفصائل الفلسطينية تقوم بعمليات استنزاف وضرب دقيقة للغاية. وحتى لو إسرائيل سيطرت على مدينة رفح على سبيل المثال أو تقدمت في هذه المناطق التي نتحدث عنها، هذا لا يعني شيء على مستوى هذه المعركة، وثبتت هذه القضية من طبيعة الفصائل الفلسطينية عند ظهورها في الزيتون وفي جباليا التي كان من المفترض أن تكون هذه المناطق مسيطر عليها من قبل الجانب الإسرائيلي. إسرائيل مسيطرة بالكامل على الشمال بحسب كل التحديثات والوقائع والتصريحات الإسرائيلية وعزلهم لهذه المنطقة، لكنهم سيطروا على الأرض، إنما الأنفاق والبنى التحتية لهذه الأنفاق رغم كل القصف والاستهدافات والوسائل التي استخدمتها إسرائيل من أجل تحقيق ضرر بهذه الأنفاق، إلا أن الفصائل الفلسطينية عندما أرادت ورغبت في عملية مفاجأة إسرائيل في تلك المناطق ظهرت في الشمال وحققت
اشتباكات واضحة جدا ومؤثرة وفي جباليا لا زالت المعارك حتى هذه اللحظة تقريبا أسبوع والاشتباكات مستمرة في هذه المنطقة، وبالتالي حتى لو إسرائيل هنا سيطرت على رفح إلا أن الفصائل الفلسطينية لا زالت تمتلك فرصة لإطالة الحرب بشكل أكبر لأشهر طوال بسبب طبيعة الأنفاق التي هي تعتبر واحدة من المسائل المعقدة لإسرائيل. إسرائيل لا تعرف كل تفاصيل هذه الأنفاق، هي عادة تدمر إحدى أو الفتحات الخاصة بهذه الأنفاق ولكن لا تحاول اختراقها إلا في بعض النقاط التي جرت في الشمال، ليس كل شيء معروفا، وبالتالي هذه معركة ليست سهلة لكن إسرائيل تتقدم في نهاية المطاف، والتقدم بهذه الشوارع الوصول للشوارع التي نتحدث عنها قد يعني تصعيدا أكبر من الفصائل العراقية، من الفصائل في سوريا، من حزب الله اللبناني أو حتى جماعة الحوثي، أو نرى شيئا من إيران إن كانت هنالك اتهامات لإسرائيل بما جرى للرئيس الإيراني الراحل السيد إبراهيم رئيسي.